عمرو مبروك. ألف مبروك للنادي المصري. النادي المصري النهاردة أدى مباراة جيدة جدا، تغلب على أشياء كثيرة جدا داخل الملعب وخارجها، أولهم عدم التوفيق في بداية المباراة، عدم إحراز الأهداف. المنطقي من الشوط الأول النادي المصري يطلع على الأقل 3 أهداف أو هدفين من بداية الشوط الأولاني. كان في حالة عدم توفيق بشكل كبير جدا للعيبة النادي المصري، حتى في الأخطاء اللي تسببت في إحراز أهداف نادي الزمالك. يعني الهدف الأولاني يمكن أحرزه عماد أبو بكر في نفسه، وده كان برضو يعني ضد الطبيعة بالنسبة للنادي المصري في المباريات الكبيرة. فأعتقد أنه تغلب على عدم التوفيق، زائد تغلب على أخطاء التحكيم في بداية المباراة، واللي كانت برضو كانت ممكن تتسبب لطرد. وكان النتيجة العادلة كام النهاردة؟ لا، النتيجة العادلة بالنسبة لفرص نادي المصري كتير جدا، يعني ممكن المباراة كانت تطلع 3-4 بالميت يعني 3-4. فأنا شايف إن النادي المصري أدى مباراة جيدة. صح. وطبعا بشكر الكابتن حسام حسن واللعيبة، لعيبة رجالة بشكل مميز جدا يا كابتن سيف، وعايز أقول لكل مجتهد نصيب. حسام حسن تعب مع لعيبة النادي المصري، ويمكن الفترة اللي فاتت أكتر من 30 يوم تدريبات على البحر واللياقة البدنية، وواضح جدا من الأداء والفكر بالنسبة للعيبة للياقة البدنية. فأعتقد إن هي دي اللي فرقت لغاية الدقيقة 90 واللعيبة وقفت. وكابتن حازم بيتكلم إن اللعيبة عايزة تزود النتيجة، فأعتقد إن ده برضو من تعب كبير جدا لحسام حسن في الفترة السابقة.